الكاثوليكي المصري للسينما ورئيس المهرجان يعلن افتتاح الدورة الثانية والسبعين. الناس اللي واقفه دي يا اخوانا مش عارفه اصور حاجه. بسم الله المبدع الأول، نفتتح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته 72. إخوتي وأخواتي الكرام، سلام وخير من الله الواحد خالق ومحب جميع البشر. بسم الله الذي خلقنا لنعبده ونحبه كما أحبنا ونطبق تعليمه بمحبتنا للجميع، لأننا أبناء أسرة واحدة. فالله خلق الحب قبل أن يعرف الإنسان سراديب الكراهية. هذا العام نهدي مهرجانا لأرواح الشهداء الأبرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب البغض والكراهية، شهداء فلسطين والأراضي المقدسة والسودان ولبنان واليمن والعالم أجمع، طالبين لهم الرحمة من الله والعزاء لذويهم والشفاء لمصاب الحروب، منشدين دول العالم أجمع لأن تتحمل المسؤولية في وقف هذه الحروب. نحتفل هذا العام بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته 72، والذي يعد أقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي. عندما سئل المفكر جان كوكتو عن رأيه في السينما أثناء انعقاد مهرجان كان السينمائي عام 1959، أجاب قائلا: إنها معبد للحب. فالهدف من الفنون هو تربية الإحساس بالجمال وتنمية الشعور بالخير وتعزيز التطلع للحق، لأن الفنون هي رسالة وحضارة وتربية للوجدان وثقل المشاعر وتهذيب للنفوس، كما أنها تمنح الدفء والحرارة في النفوس رغم صقيع الحياة.